حبايبي واهلا وسهلا بيكم. اتمنى يا رب يكون الجميع بالف صحه وخير. طبعا انا جايباكم النهارده وصفه جميله جدا وكلها مكوناتها كل مكوناتها من البيت. وصفه طبعا لانسداد البلوعات، انسداد بلوعات الاحواض عندك. الوصفه دي طبعا تنفع لاحواض الحمامات او احواض اللي هي بتاعه المطبخ. شايفين انا الاحواض اهوت مسدود بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، يا رب تكونوا شايفين وهو واضح قدامكم. طبعا الاحواض عندي مسدوده اهي بالشكل ده، واكيد طبعا دوت بيقلل من سرعه الميه، يعني بيخلي سرعه الميه قليله. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه بقى هتعمليها، بس يا ريت قبل ما ابدا المقطع دوت يا ريت ما تنسونيش في لايكات وشير وسبسكرايب، ويا ريت برده اللي اول مره يشوف قناتي يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس ويضغط على زر اللايك، وان شاء الله باذن الله كده المقطع ده هتستفادوا منه وهيعجبكم كتير جدا. اول حاجه معانا اللي هو البلوعه المسدوده اهي بالشكل ده، او الحوض عامه، يعني حوض المطبخ في حاجات ترسبات تحت هي تصدق الحوض، يمكن ده اللي بيقلل من سرعه الميه عندك. طيب هنعمل ايه؟ تجيبي معلقه بالشكل ده، وهتجيبي الملح اللي هو الملح العادي، ملح الطعام اللي انت بتستخدميه في الاكل دوت، وهتاخدي منه معلقتين، بس يا ريت يكون ملح خشن. تاخدي منه معلقتين بالشكل ده وهتحطيهم على البلاعه اهيت بالشكل دوت، اهوت هتحطيهم على البلاعه بالشكل ده اهوت. طبعا في بعض العيون هي اللي متسلكه والبعض التاني هو اللي مسدود، اللي هو واقف عنده الملح دوت او اللي واقف عنده الملح ده مسدود كله، ماشي اهو بالشكل ده. طيب وبعد كده هنعمل ايه؟ هتقومي رايحه جايبه الخل اللي هو خل الطعام العادي اللي احنا بنستخدمه دوت، ده طبعا هتسلك لك اي حاجه، لو مثلا في فضلات او في مثلا بقايا اكل او بقايا اكل مثلا كانت متعلقه في عيون اللي هو في بتاعه المطبخ ديت، او الاحواض بتاعه البلوعات يعني بتاعه المطبخ، اي حاجه هتشيلها لك على طول، وهتخلي الماسوره معاكي حلوه جدا وهتشتغل بسرعه وهتزود لك سرعه الميه. معايا الخل اهوت، الخل اللي هو الابيض العادي اللي احنا بنستخدمه، هقوم رايحه جايبه الخل دوت وحاطاه كده بالشكل ده اهو حوالين العين كده بالشكل ده اهوت. طبعا دوت هيسلك لك الحوض بطريقه رهيبه جدا. الخل اصلا كمان من الحاجات المفيده جدا اللي بتطهر وتعقم يعني. وبعد كده انا كنت غاليه ميه في الغلاي، هتجيبي ميه، او ممكن لو انت عندك ميه سخنه في الحنفيه تفتحيها كده على البلاعه او على الحوض يعني، وتبداي ان انت ترشي كده على الحوض. انا طبعا دلوقتي معايا ميه مغليه هستخدمها برضو اهوت، واحط على البلاعه، كان معايا ميه مغليه في الكتل استخدمها بالشكل دوت، واحط على البلاعه ترشي كده على البلاعه كده حوالين البلاعه كده بالشكل ده. طبعا الميه ديت الميه الدافيه او الميه المغليه بتساعد طبعا ان هي تقضي على اي بقايا اكل كانت متعلقه يعني في الحوض، وبتفتح اي مثلا لو في حاجه سد الحوض او كده اهو بالشكل ده. طبعا دلوقتي انا هتسمع حتى كمان في صوت كده في المواسير، معناها طبعا ان اي حاجه لو في اي حاجه متعلقه يعني بتتشال على طول. طبعا الوصفه دي بتاعتنا كانت هايله جدا، هايل جدا جدا يعني بصراحه، هايله وحلوه جدا. واستخدمت حاجات بسيطه من البيت، كلنا عارفين طبعا ان الخل وملح الليمون او ملح الطعام معذره بيكون سهل جدا وبينظف وبيعقم، وكمان لو في اي بقايا متعلقه كمان في الحوض هتتشال على طول في ثواني. زي ما انتوا شفتوا كده استخدمت الخل واستخدمت الملح اللي هو العادي، ملح الخشن بس يا ريت يكون خشن، الملح اللي هو الخشن ده
وحطيت عليهم ميه دقيقة سخنه وميه بتغلي يعني، او لو حابه تنتظري شويه على بال ما تدفى شويه مفيش مشكله. وهتبداي ان انت تحطي بنفس الطريقه اللي انا عملتها ديت. وكمان يا حبايبي حابه اقول لكم نفس الطريقه ديت ممكن تستخدميها برضو، ممكن تستخدميها برضو على البلاعات بتاعت الحمامات. لو عندك بلاعه مهما كان الانسداد بتاعها فظيع، مهما كانت المواسير مسدوده، ان شاء الله باذن الله الوصفه ديت هتقضي لك على اي حاجه خالص. هي وصفه حلوه وجميله ووصفه سهله، مش محتاجه اي حاجه، هم دول المكونين اللي معايا دول بس. وصفه بسيطه ووصفه سهله. واتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم. وبرده نفس الكلام هتعمليه برده في الحوض بتاع الحمام. يعني انا دلوقتي هروح اعمله في الحوض بتاع الحمام عندي اهو بالشكل ده. تعالوا نروح بقى نشوف ايه اللي هيحصل في حوض الحمام ده. كده حوض المطبخ اهوت، البلعات كلها اتفتحت بالشكل ده. ماشي يا حبايبي، تعالوا نشوف بقى حوض الحمام. بالشكل دوت. طبعا حوض الحمام عندي يمكن يكون مش حلو قوي يعني، وكمان مش متسلك قوي، مع ان انا على طول موضبة يعني ان انا لازم اسلكه على طول اول باول. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. معايا الخل اهوت ومعايا الملح اهو. تعالوا نشوف بقى هنحط برضو شوية ملح بالشكل ده على العين كده بالشكل ده اهو. طبعا عايزه اقول لك كمان دي ممكن تستخدميها على البلاعات كمان مفيش مشكله. يعني على البلاعه اللي عندي دي برده بستخدم عليها نفس الكلام يعني. وتبداي ان انت تجيبي شويه خل كده بالشكل ده، وتحطي شويه خل على الملح، ملح الخشن ده، تحطي عليه شويه خل بالشكل ده. سامعين الصوت؟ طبعا الخل والملح بيشيلوا اي ترسبات عندك مهما كانت. ماشي. وانت هتبداي بقى ان انت ترشي شويه ميه مغليه او ميه دافيه، تكون دافيه على العين. هتلاقيها ان شاء الله اتسلكت معاكي وهتلاقيها جميله جدا. وانا طبعا مسلكه على طول باستمرار اهي، يا رب تكون واضحه قدامكم. والعين دلوقتي كلها متسلكه اهيت، والعيون كلها اتسلكت بالشكل اللي معانا دوت. مستخدمتش حاجات كتيرة يعني، كلها حاجات من مطبخك، مش محتاجة اي حاجة يعني، كلها حاجات بسيطة وسهلة ومن المطبخ. واتمنى يا ربي يا حبيبي يكون وصفة النهاردة عجبتكم. ماشي حبيبي، اتمنى تكون عجبتكم. برضو ممكن تستخدميها على البلعات مفيش مشكلة اهوت بالشكل ده. ممكن تستخدميها على البلعات زي ما قلتلك مفيش اي مشكلة خالص. ماشي، اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وانا جربتها عملي قدامكم يعني، جربتها على احواض الحمامية، احواض الحمام واحواض المطبخ، جربتها على الاثنين بالخل والملح الخشن، ملح الطعام الخشن. ماشي اهوت، الاحواض كلها متفتحة عندي اهي متسلكة، مش محتاجة ان انا اعمل اي حاجة خالص. وكمان حابة اقولك ان انت ممكن تستخدميها على في البلاعات. ماشي، هتحطيها على البلاعة بتاعة الحمام عندك ان شاء الله. برضو لو فيها اي انسداد او فيها اي حاجة برضو هتشيلها على طول. وانتوا طبعا شفتوا قدامي يعني عملي حوض الحمام عمل ازاي، واي صوت فيه راح يعني عمل اصوات كده، واي حاجه فيه نزلت على طول. لو كانت فيه مثلا متعلقه في حاجه او في حاجه كانت سد الحوض عندي طبعا بتروح على طول. دي طبعا كانت حاجه خفيفه كده وسهله وبسيطه، كان فيديو يعني بسيط. كنت حابه اقول لكم انتوا ازاي تسلكوا احواض الحمامات واحواض المطبخ عندكم. وبرده ممكن تحطي على بلعات الحمام مفيش اي مشكله. طبعا يا حبايبي دي حاجة سهلة وبسيطة كده. احب دايما تكون قناة عالم منوعات بتفيدكم وبتستفادوا منها.
ان شاء الله في كل جديد واي جديد عندي. وطبعا قناتي فيها وصفات حلوه جدا، تقدروا انتوا برضو تتابعوها، وفيها برضو اخبار الفن واخبار النجوم، وهي بصراحه قناه متنوعه، يعني قناه متنوعه ما فيهاش حاجه معينه انا بركز عليها، لا طبعا فيها برضو وصفات كتير حلوه للبشره والشعر والشفايف، وبرضو تشققات القدمين، وفيها كل حاجه بصراحه يعني. وده كان فيديو بسيط كده معانا النهارده، وقلت انزله عشان طبعا في بنات طلبوه مني وقالوا لي عايزين حاجه، عشان البلعات عندنا بتكون مسدوده جدا يعني. فانا بقول لك او حابه اقول لك يعني ان الخل وملح الخشن دوت، الاثنين دول كفيلين ان هم يضيعوا لك اي حاجه عالقه في الحوض بالشكل دوت، كفيلين بصراحه ان هم يضيعوا لك اي حاجه عالقه في الحوض، لو مثلا حوض المطبخ يضيع لك اي رواسب او اي بقايا طعام مثلا متعلقه في الحوض او اي انسداد مثلا. ماشي حبايبي، ادعيلي ان شاء الله بعد ما تجربي الوصفه ديت. هو كل الحكايه الملح اللي انا استخدمته معاكم والخل بس، مش اكتر من كده. ماشي، اشوفكم يا رب على خير يا حبايبي، وما تنسوناش بقى في لايكات وشير وسبسكرايب لو استفدتوا من وصفه النهارده البسيطه السهله ديت، وتابعونا ان شاء الله هنزل لكم كل جديد على قناه عالم نوعات. اشوفكم على خير يا رب، والف صحه وسعاده. باي باي.